السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبابي الكرام في فيديو جديد على قناة أبو ريان للتقنية. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير، جمعة مباركة ورمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. إذا أحبابي الكرام، شكرا لكم على تشجيعاتكم الجميلة وتعليقاتكم المحفزة. شكرا لكم من الأخ إيغاك شانيل، الأخ يوسف الغالي، والأخت المطبخ البسيط مع غزلان، وقناة معلش، وأيضا قناة حبيبة شانيل، وحليم تيك، وأيضا أخت ميادة إلماس، وفاطمة فاتي. شكرا على تعليقاتكم الرائعة جدا، أتمنى لكم التوفيق. إذا أحبابي الكرام، في هذا الفيديو سأشرح لكم طريقة استرجاع الكود بوك أو الكود بين بطريقة جديدة، لأنني سبق وشرحت في فيديو سابق طريقة استرجاع الكود بوك أو الكود بين كما ترون في هذا الفيديو، لكن وقع تحديث في عند اتصالات المغرب. وضعوا رقم يمكنك أن تتواصل معهم بهذا الرقم الذي سوف أشرح لكم في هذا الفيديو، وسيرسلون لكم الكود بوك أو الكود بين في وقت وجيز إن شاء الله. إذا قبل أن نبدأ الشرح أحبابي الكرام، إذا كنت زائر جديد، أختي كنت زائرة جديدة، أتمنى أن تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس لكي تتوصلي بكل ما هو جديد. إذا على بركة الله سوف نذهب إلى الشرح. كما قلت لكم، هذا هو الرقم أحبابي الكرام، سوف تسجلون هذا الرقم الخاص بخدمات اتصالات المغرب، وتذهبون إلى الواتساب على هذا الشكل، ثم ترسلون رسالة لهذا الرقم من رقم آخر، لأن الرقم الحالي لك عندكم يعني بطبيعة الحال سوف يكون غير شغال، يجب أن تدخل الكود بوك لكي يشتغل، لكن أنت سترسل هذه الرسالة من هاتف آخر أو من رقم آخر. سوف ترسل لهم هذه الرسالة التي سوف أكتب الآن، سأكتبها بالعربية، ممكن أن تكتبها بالعربية أو بالفرنسية. السلام عليكم، أنا بحاجة لرمز سري كود بين أو الكود بوك لرقم هاتفي الشخصي. السلام عليكم، أنا بحاجة للرمز السري كود بين او الكود بوك لرقم هاتفي الشخصي، وهو كالتالي. وتكتب الرقم الخاص بك هنا 06، سوف اكتب رقم عشوائي هكذا، وفي الاسفل تكتب رقم البطاقة الشخصية الخاصة بي، وهنا تكتب رقم البطاقة الوطنية بي اش او بي ال او رقم بطاقتك الوطنية على هذا الشكل، ثم ترسل الرسالة لهذا الرقم. في بعد يعني بعد تقريبا 20 دقيقة الى 30 دقيقة أو أقل سوف يرسلون لك الكود بين الصحيح أو الكود بوك إذا كان كود بوك الذي تريد لتشغيل البطاقة، بطاقة الهاتف سيم. إذا كان هذا هو الشرح، أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. شكرا لكم على المتابعة، وإلى الفيديو القادم لا تنسوا مدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء لكي تعم الفائدة إن شاء الله، الدال على الخير كفاعله. شكرا لكم على المتابعة، رمضان كريم، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.